خلال حضوره حفل تخرج الدفعات 49 باء من طلبة الكلية الحربية ودفعات تخصصية في الأمن السياسي والعرض العسكري، حي رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي المؤسستين العسكرية والأمنية ومنتسبيها وقياداتها وكوادرها وجنودها المشهورين في كل الميادين. وقال إن كوادر هذه المؤسسات الصامدين الثابتين ثبات الجبال لم يفرطوا قط في القسم العسكري والجمهوري ولم يحنثوا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحرار، أيها الجنود الأبرار، أيها القادة والصف، كل المؤسسة العسكرية والأمنية، السلام على هؤلاء الصامدين الثابتين ثبوت الجبال الذين لم يفرطوا قط في القسم الجمهوري ولم يحنثوا فيه. وبما أن كلمات القسم الجمهوري هي البوابة الحقيقية في المؤسسة الأمنية والعسكرية، فإننا مع استعراض كلماتها نجد أنكم أنتم من توفون بأيمانكم ومن لم تحنثوا بأيمانكم عندما يقسموا على حماية البلد ومقدراته واستقلاله وسيادة أراضيه، فإن المعتدي الغاصب اليوم ومرتزقته ممن يتشدقون باسم الجيش الوطني هم عملاء مرتزقة لم يفروا بهذا القسم الذي أدوا، بل خانوا الوطن وخانوا الجمهورية ولم يحافظوا على خيرات البلد ومكتسباته ولا على مقدرات البلد ولا على استقلاله ولا على سيادته ولا على حماية أراضيه. أنتم بحق الأحرار وغيركم فليبحث له عن حرية أخرى، إنكم أنتم من تمنعون العز والمجد والشهامة والكبرياء والإيمان هذا الوطن. أيها البواسل من أبناء جيشنا الحبيب، لقد أثبتتم خلال هذه المعركة أنكم من خلال قوتكم واستعانتكم بالله أقوى من كل الجيوش المستعمرة والغازية التي أتت إلى بلدنا وإلى سواحلنا والتي تحلق في أجوائنا. أنتم بحق أقوى بالله وبوطنكم وبثورتكم وبعزيمتكم تستطيعون أن تقفون سدا شامخا في وجه كل المؤامرات، وستصمدون بإذن الله تعالى في المستقبل، ولا يوجد لديهم ما يخيفون به، فكل خياراتهم قد نفذوها وباءت بالفشل بفضل صمودكم وجهودكم واستقلالكم وبقائكم في مهاجركم كذلك العزة والحماية والشرف. إن بقاءكم اليوم واستمراركم في دراستكم أيها الخريجون لدليل عزة وفخر تستحقون، ومن خلالها ونعلن اليوم أن يمنع كل من منحوا رتبا استثنائية أيضا لأنها تبحث بالسلوك والشرف والتحدي. هذه الدفعة هي دفعة التحدي والصمود والشرف، لذلك أيها الإخوة بثباتكم باستمتاعكم بعزتكم بحمايتكم لوطنكم سنكون الأقوى بإذن الله تعالى، وسننتصر على كل المؤامرات كلما يحيكونها، ليست إلا مؤامرات فاشلة أثبتنا من خلال تواجد الجيش ولجانه الشعبية في كل الجبهات أن كل مؤامراتهم فاشلة، وأنهم لم يستطيعوا أن يحققوا شيء ولم يحرجوا شيء، فذهبوا لمرتزقة العالم من البلاك ووتر والجانجويد وغيرها من الشركات الأمنية التي أتوا بها إلى بلدنا وأعلنت البعض منها بالخروج من أراضينا وأعلنت انسحابها، وهذا بفضل دماء الشهداء التي قدمت والرحمة كل الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحائنا، والنصر بإذن الله والتمكين والسدس لمؤسستنا العسكرية.
العسكرية وللجان الشعبية ولكل الأحرار الذين يقفون جنبا إلى جنب ويقاتلون كتفا بكتف في كل المعارك وفي كل الجبهات ذودا عن وطنهم وحماية لبلدهم وحماية لاستقلالهم وحماية لسياستهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عميد الكلية الحربية العميد الركن محمد صالح شيزر بدوره ألقى كلمة أوضح فيها أن هذا التخرج يمثل نقطة مهمة في إعادة بناء الجيش اليمني وترتيبه وتجاوز آثار العدوان والعمل على البناء المؤسسي المتكامل وفق المعايير الوطنية السليمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية الوعية. الأخ الأستاذ طلال عقلان القائم بأعمال رئيس الوزراء. الأخوة الوزراء، الأخ اللواء الرب حسين ناجي خيرات القائم بأعمال وزير الدفاع رئيس هيئة الأركان العامة، الحاضرون جميعا كل باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دوار السرور أن أقف أمامكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخوانكم منتسب الكلية الحربية ورحب بكم أجمل ترحيب بقدومكم إلى هذا الصرح الوطني العريق للاحتفال بتخرج الدفعة 49 باء وتخرج دورة تخصصية في الأمن السياسي والذي جاء بعد احتفالات شعبنا بالذكرى 26 للوحدة اليمنية المباركة. الإخوة الحاضرون، إن الدفعة التي تتخرج اليوم رغم قلتهم سيشكلون إضافة مهمة لقواتنا المسلحة، فقد اقترنت دراستهم العسكرية التخصصية بأحداث ومتغيرات وطنية وإقليمية مثلت بكل المعايير مدرسة وطنية حياتية واقعية، زودتهم بالكثير من الدروس والعبر التي تفيدهم في التعامل مع معطيات الواقع وتعقيداته وأشكالاته وتجعلهم على دراية تامة بواجباتهم الوطنية وما يتطلبه منهم الوطن من أعمال جليلة وتضحيات جسيمة في الدولة عن سيادته وحمايته وحماية أمنه واستقراره. تكون بدايتها الحقيقية في تحويل حصاد سنوات الدراسة من معارف وعلوم النظرية إلى حقائق حياتية ونجاحات ميدانية. الأخوة الأعزاء، إن هذا الاحتفال وهذا التواجد لوحدات رمزية من قواتنا المسلحة ليجددوا فينا الثقة والأمل أن قواتنا المسلحة سترقى كل الدعم وكل الرعاية من الجميع لإعادة جاهزيتها وتضمين جراحها بعدما أصابها من تداعيات الصراع الداخلي وبربرية العدوان الخارجي، باعتبارها الحامي النبيل والحارس الأمين للوطن والشعب ومكتسباته، وبالنظر إلى ما قدمته من تضحيات جسام في مختلف المراحل والمحن التي مر بها شعبنا اليمني العظيم. الأخوة الكرام، اسمحوا لي في هذه المناسبة أن أبارك لأبناء الخريجين وثقتي كبيرة بأن يكونوا نواة خير للوطن والمؤسسة العسكرية وعند مستوى حمل رسالة الجندية اليمنية الحقة في تنفيذ واجباتهم العسكرية واستشعارهم بالمسؤوليات الوطنية الملقاة على كاهلهم، وأن يكونوا في أعلى درجات اليقظة والاستعداد متسلحين بحس أمن واعي ومدرك لما يمر به الوطن ولا أهم المطلق لله والوطن والثورة والشعب، بعيدين كل البعد عن كافة الانتباهات الطيبة، مؤمنين بمهمتهم المقدسة وواجبهم الوطني.
كما لا يفوتني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لأولئك القادة المجهولين الذين شكلوا على الديوان منابع متجددة للعلوم والمعرفة تستقي منها الأجيال المتعاقبة من الطلاب العسكريين زادها المعرفي التخصصي، وهم هيئة التدريس والتدريب وكل من ساهم في إعداد وتأهيل وتخريج مثل هذه الكوكبة العسكرية من جيل الوطن الغالي. في الأخير لا يسعني إلا أن أترحم على شهدائنا الأبرار داعين المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا، وأن يشفي الجرحى وأن يكتب لشعبنا النصر والعزة والكرامة. المجد للوطن والخلود للشهداء، الشموخ للشعب وللقوات المسلحة والأمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.